بعالمنا خصوصي بمجتمعاتنا المحافظة أصبحت العديد من النشاطات ومجالات العمل حكر للرجال. من ضمنها نشاطات رياضات ومهن وصفت بأنها مهن ذكورية. أماني عمورة عمرها 38 سنة وبتسوق دراجة نارية. غالباً ما منشوف كتير دراجين بشوارعنا، فما بالكم لما تكون السائقة للدراجة النارية هي سيدة. أنا إلي تقريباً 3 سنين بسوق موتور بايك وإلي 4 سنين معي الرخصة. أنا بلشت بسواقة الدراجة النارية لأنه قبلها كنت إلي 9 سنين تقريباً بسوق بسكليت دراجة هوائية، وكنت كل سنة بسافر على أوروبا تقريباً نعمل سايكلينج فور شاريتي. فلما قعدت صفنت مع حالي إنه إيش النكست بعد البسكليت، خلينا نركب له موتور فرح يصير دراجة. فمن هون طلعت عندي فكرة إني أنا أروح أتدرب وأطلع رخصة دراجة نارية. طلعنا برايد صغير أو جولة أنا وأماني بشارع مش كتير كان مليان، وكانت التجربة أكتر من رائعة. الإحساس وأنتوا راكبين على الموتور سايكل زي كأنكم طايرين، واكتشفت أنه مش شرط تمسك بالسائق كتير، يعني في أوقات كان عادي أنه أكون أنا هيك فاردة إيدي وعايشة حياتي وهيك، فكان الإحساس كتير حلو.